مشاهدي ومستمعي راديو ارتا اف ام، اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الرابعه من اللقاء المطول مع السياسي والمؤرخ والمناضل السياسي السرياني الاشوري، مسؤول المنظمه الاثوريه الديمقراطيه الاستاذ جبريل موشي. برنامج ايه هو برنامج بيتقفى الحكايات السياسيه والاجتماعيه والتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنطقة الجزيرة وكامل شمال شرق سوريا. بالحلقات الماضية حكينا عن الوجود الديموغرافي السرياني في هذه المنطقة، بعدين المساهمة السريانية بتأسيس سوريا، ثم بالحلقة الثالثة تعرضنا لتأسيس المنظمة الأثورية الديمقراطية وبذور الفكر القومي السرياني ومساهمتهم بالكل الوطني. شلوم عليكم رابي جابي. شلومو بشينا وشلومو. بالبداية قبل ما تسألني أي سؤال أستاذ رستم، أنا أريد أوضح نقطة. شكرا لك على المجاملات الطيبة، لكن في الحقيقة أنا ماني مؤرخ. أنا في أحسن الأحوال يعني مهتم في تاريخ الجزيرة والمنطقة، بس صفة مؤرخ بعيدة عني شوي. شكرا. يعني هذا من لطف تواضعك استاذ جبريل. بال1970 بلش العصر الطويل لحكم حافظ الاسد بسوريا، بس الحكم نفسه كان بيعرض حاله انه هو مغاير للنزعه القوميه المتطرفه للبعثيين نور الدين الاتاسي، يوسف زعين وغيرهم من البعثيين التقليديين وحتى صلاح جديد. انتو كسريان لاحظتوا اي انعكاس يعني بداية حكم حافظ الأسد؟ يعني صار في تقليل من الضغوط القومية عليكم، صار في بعض المنح والمساحات لإنكم تشاركوا في الكل الوطني في سوريا؟ لا، في الحقيقة ما لاحظنا هذا الشيء، لكن في بداية حكم حافظ الأسد حاول يستميت، خليني أقول بصورة أدق، العديد من رجال الدين، العديد من رجال الدين ومنهم رؤساء الطوائف السريانية، أيضا طبقات التجار وغيرهم، حابب يقدم حاله بطريقة مختلفة عن الزملاء واللي انقلب عليهم بحزب البعث. لكن شيء خاص للسريان ما صار. بس بدي أشير لبعض النقاط. مثلا يعني في الإذاعة الرسمية، صار شغلة جديدة، صار بينقلوا طقوس القداس في أيام الأعياد باللغة السريانية من الكنائس. النقطة الثانية، يعني كان يستقبل رؤساء الكنائس حافظ الأسد أكثر من مرة، وكان يسمعون الكلام اللي يطيب إلهم، مثل ما كان يسمع لرؤساء أو مشايخ الدين الإسلامي الكلام اللي بيسمعون. لكن شيء خاص ما صار. النقطة الثانية، حقيقة دائما كان يحاول يحط شخصيات بعثية سريانية، يا إما في مجلس الشعب أثناء فترة التعيين في المرحلة الأولى، وما سمي بالانتخابات في المراحل اللاحقة، واللي هي كانت دائما كمان أشبه بالتعيين، كان بيحط بعض الشخصيات السريانية الأشورية من محافظة الحسكة تحديدا، ومرات كان يحط ضمن الكابينة الوزارية شخصية سريانية. كلياتنا نعرف دائما هذا الكلام، ظل في طول عهد حافظ الأسد كان يعمل هذا التوازن ما بين الطوائف والعشائر والمشايخ وغيرها، كان بيعمل هذا التوازن في المراحل الأولى. لكن حالة الحريات والقمع ما كان موجود على السريان، كان موجود على كل مكونات الشعب السوري وعلى كل القوى السياسية الموجودة في المجتمع السوري. طيب استاذ جابي، بفترة السبعينات مثلا مقارنة بالعرب وبالأكراد، يعني هي كانت الفترة التنموية الأساسية. يعني سوريا بيقولوا العقد الذهبي بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى التنموي كان بالسبعينات بسبب التدفقات أموال الخليج وزيادة أسعار النفط والاستقرار السياسي بعد فترة طويلة. خليني أسألك سؤال على مستويين. المستوى الأول، مثلا الأكراد، إذا بناخذ تاريخهم الاجتماعي، بداية التعارف الاجتماعي الحقيقي بين مقاطعات عفرين وكوباني والجزيرة كانت عبر طلاب الجامعات اللي كانوا بالعشرات وبالمئات، صاروا بالآلاف.
صار في أول مرة اندماج اجتماعي كردي حقيقي بين المناطق المتباعدة، وهذا أثر على الهوية السياسية للأكراد السوريين وعلى اندماجهم الداخلي. بالنسبة للسريان اللي كمان كانوا موزعين بأكثر من منطقة بسوريا، بوادي النصارى، بحلب، بدمشق وبالجزيرة، السبعينات اللي شهدت هذا التنمية الاجتماعية وهي التنمية الاقتصادية وبالذات في مجال التعليم، هل ساعد بأنه يساوي في شبكات تواصل سريانية عابرة للمناطقية المحلية؟ صار هذا الشيء بس ما كان بالشكل المطلوب في الحقيقة. على صعيد التنمية اللي أشرت لها، بالنسبة لنا مناطقنا في الجزيرة حقيقة ما صار هاي التنمية المطلوبة حقيقة، ربما تأخرت عن المناطق الثانية. يعني كلياتنا نتذكر لبداية الثمانين، يعني حتى أجت الكهرباء للأرياف الموجودة في مناطق الجزيرة، وحتى صار اهتمام في البنية التحتية نسبياً، لأنه منطقة الجزيرة رغم أنه هي مخزن الثروات لسوريا، حقيقة الاهتمام فيها في زمن حافظ الأسد كان قليل جدا. في السنوات العشر الأولى أو أواخر العقد السبعينات صار الاهتمام فيها، رغم أن الجزيرة هي مركز النفط والغاز والمياه والزراعة. أنا أقصد هون المحاصيل الأساسية مثل القمح والقطن والشعير وغيرها، الاهتمام فيها كان قليل حقيقة، قياسا على العطاء اللي كان بيعطوه أبناء الجزيرة، وقياسا على الثروات اللي كانت موجودة واللي كان الخيرات من خلالها تعم على كل السوريين. طيب الموضوع الثاني استاذ جابي، انت كنت شاهد اكيد بالسبعينات، كنت ببدايه شبابك، يعني السريان بهذا كمان التنميه الاقتصاديه اللي كانت نسبيا موجوده وزياده التعليم والتمدن، بلشوا الهجره الحقيقيه وقتها، لا اقصد الهجره الى خارج سوريا، من الريف الى المدن، يعني تحولت القامشلي مثلا بين قوسين الى حاضره سريانيه ومثلها إلى حد بعيد قبور البيض وديريك وغيرها. شهد هذا العقد من السبعينات هذا التحول الديموغرافي والاجتماعي عند السريان؟ بالتأكيد عقد السبعينات ولاحقا في العقود التالية يعني صار هجرة كبيرة من الريف إلى المدن، وأقصد تحديدا أكثر شيء تحديدا القامشلي والحسكة. مثل ما قلت هاي مسألة كانت مرتبطة بالتنمية بدرجة أساسية، لأنه المدارس في الأرياف كانت في المراحل الابتدائية يعني، وفي بعض القرى ما كان فيها أصلا مدارس يعني، فالناس كانت تنتقل للمناطق اللي فيها مدارس، خصوصا كان في اهتمام بالتعليم. بالنسبة لمدارس سريان هي نقطة مهمة جدا، بال 75 حافظ الأسد أعاد ترخيص مدارس سريان اللي كان تم إغلاقها في عام 1969. وقت فتحت هاي المدارس لكن ظلت تحت كنترول الدولة، يعني مناهج تعليمية ويحطوا لهم مدراء بعثيين مرتبطين مباشرة في مديرية التربية، هن كانوا المقررين في هاي المدارس. الناحية الوحيدة اللي كانت تدرس فيها تدرس فيها حصتين لغة سريانية في الأسبوع، باعتبار لغة الطقوس والصلوات اللي تقام في الكنائس يعني. بس الانتقال إلى الريف كان بسببين: واحد الانتقال لأنه ما في مدارس كافية في الريف، وهي بدأت بعد الثمانينات مع بروز مؤسسة الإسكان العسكري وغيرها اللي صار تبني مدارس في الريف، هاي نقطة. النقطة الثانية الإقبال على الوظائف، لأنه آنذاك الراتب كان نسبيا بيعيش الأسرة، يعني الخريجين كانوا ينتقلوا ويسكنوا بالمدن لأنه معظم الوظائف كانت تنحصر في المدن. استاذ جابي، بنوع من يعني التفكير السياسي تبع حافظ الاسد كان بيساوي نوع من التوازن الضمني، يعني وحتى لو مش عادل بس نسبيا، يعني كان صار في شيء اسمه يعني مراكز دائمه او مواقع دائمه خاصه بالمسيحيين السريان في منطقه الجزيره. مثلا رئيس بلديه القامشلي ظل لعقود في زمن حافظ الاسد من السريان المسيحيين وغيرها من المناصب. هذا الشيء كنتوا بتلاحظوه انه في يعني اماكن خاصه للسريان الاشوريين؟ بالتأكيد لمسنا هذا الشيء في كل دورة. مثلا مجلس الشعب كان في شخص سرياني عن محافظة الحسكة مثلا، أو شخصين. البلديات في بعض البلديات الأساسية يعني في قامشلي
قبور البيض وديريك غالبا كانوا يكونوا رؤساء البلديات من البعثيين السريان. كانت عملية أشبه بالتعيين، رغم أنه كان في بصير احتفالات بما يخص انتخابات إدارة محلية وانتخابات مجلس الشعب، لكن حقيقة كانت هي أشبه بالتعيين وتحت مظلة البعث. طبعا كانت مغلقة القوائم اللي تصير هاي الشغلة، ما فتحت لهامش للمستقلين حتى يشاركوا إلى عام 1990 للمرة الأولى يعني. طيب استاذ جابي، يعني بنفس المستوى خليني اسالك عن شخصيات سريانيه برزوا بزمن حافظ الاسد بالاداره العليا، يعني مثل وزير السياحه دنحو داوود اللي ضل ما بعرف 15 سنه او اكثر، او اسكندر لوقا، ما بعرف اذا في تطابق بيناتهم من حيث علاقتهم مع القوميه السريانيه. السريان اللي وصلوا الى درجات عليا بالاداره وبالحكومه بالنظام كان لهم دور ومساهمة في زيادة، يعني زيادة حضور السريان ومساعدة البيئة السريانية وتلبية المطالب السريانية، ولا كانوا مجرد موظفين بعثيين لهم دور إداري فحسب يعني؟ يعني انت ذكرت بعض الاسماء، لا اكيد اسكندر لوقا ما كان له علاقه كثير بالفكر القومي السرياني نهائيا، لكن كان عنده مكانه جيده كمستشار في القصر الجمهوري. لكن سيد دنحو داوود كسرياني اخذ مناصب عديده، يعني كمحافظ ومن ثم وزير سياحه. ايضا كان في السيد انطون جبران، كان أكثر من دورة وزير صناعة أو شؤون الاجتماعية والعمل، وكان في شخصية مهمة حقيقة كانت هي مستشار في القصر الجمهوري السيد جبران غورية، واللي هو بنفس الوقت أخوه للسيد أنطون جبران، إنه إخوة يعني. فهدول كان عندهم الدور، خليني أقول دور إداري. يعني كلياتنا بنعرف إنه إذا بدنا نحكي عن الحكومة السورية والحكومات السورية تكون في ظل حافظ الأسد وحتى في ظل وريثه بشار الأسد، هو دورهم إداري، ما فينا نسميهم أنه السلطة التنفيذية عم تنحصر فيهم. كلنا نعرف مركز القرار الأساسي كان هو الأجهزة الأمنية، والمطبخ الأساسي كان هو القصر الجمهوري وما يزال يعني إلى يومنا هذا، لكن كان عندهم دور. بالنسبة للخدمات اللي لها طابع سرياني وغيره، أنا بعتقد لا ما كان لهم دور. هلا ربما كانوا يقدموا مثل غيرهم، يعني مثل أعضاء مجلس الشعب كيتابعوا معاملات البعض، ربما كان يساعدوا البعض، يعني أفراد، أنا بحكي هون أفراد، بما يخص توظيف أو نقل وظيفي أو نقل عسكري أو غيره من القضايا. هي كان باعتقادي ما كان عندهم دور مؤثر، لكن كانوا جزء من منظومة الحكومة كانوا بعثيين. هلا أنطون جبران ما كان بعثي، أنطون جبران كان مستقل ربما، وكان محسوب سابقا على اليسار سابقا، مع ذلك كشخصية مستقلة كان ينحط. وهذا الكلام خليني أقول ليش بينحطوا هذه الشخصيات، كان قسم منهم كان مثل ما تفضلت في بداية حديثك إجراء نوع من التوازن بين الجميع. النقطة الثانية هو كان إرضاء رجال الدين أو رؤساء الكنائس وإظهار أنه سوريا هي للجميع. هيك كان يظهر حافظ الأسد في العديد من الحكومات والتركيبات الحكومية أو البرلمانية اللي نشأت في عام. طيب أستاذ جابي، أنت جيت على سيرة رجال الدين والكنيسة السريانية الأرثوذكسية اللي مقرها كان تسمى كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق اللي صار مقرها بدمشق. هي حابب أسأل، هيدا الدور المهم، هذا الموقع الديني المهم اللي هو دور عالمي وكنيسة عالمية، والنظام بسوريا بداية السبعينات مثل ما تفضلت كان حريص أنه يعطي صورة أنه هو بلد للجميع. هذا المقر البطريركي، هيدا الموقع البطريركي للسريان الأرثوذكس بدمشق، إلى أي درجة كان بمعنى ما حمائي للبيئة السريانية أو وسائطي للبيئة السريانية بين السلطة والطبقات الاجتماعية السريانية في كثير من مستويات النشاط العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟ في الحقيقة الكنيسة لعبت دور هاي الوساطة. اثنين، لعبت دور مهم جدا في نسبيا، أنا بحكي في مراحل معينة وجودها في دمشق وفي الشرق،
خصوصا بعد الهجرات المتتاليه اللي صاروا للسريان الاشوريين في العديد من المناطق، فوجوده في دمشق وفي سوريا حقيقه كان نسبيا عامل مشجع على البقاء وعدم الهجره بكثافه في مراحل معينه يعني. حافظ على هذا الشيء، وايضا وجود ابرشيات خليني اسميها عامره في مناطق حمص ودمشق وحلب والجزيره، ايضا اعطى طابع انه في امكانيه للاستقرار والاستمرار. هذا كان له دور كثير مهم، وعلما انه كان في دعوات من كثير من الاطراف اللي هاجروا من طور عبدين من العراق ومن سوريا في مراحل محدده خصوصا بعد الوحده ومراحل تاليه ايضا، نقل موقع الكرسي البطريركي الى المهجر او الى دول اوروبا، لكن في الحقيقه كان القرار انه يبقى بالشرق، يبقى في سوريا الكرسي البطريركي للاسباب اللي انا ذكرتها من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه حقيقه الكنيسه كلغه وكغيرها من القضايا في الشرق، كلياتنا نعرف مهم باستمرارها في الشرق اكثر من حاله الذوبان اللي تصير في المهجر، علما كلياتنا نعرف انه كيف يتم التعاطي مع المؤسسات الرسميه وشو التبعات والعواقب اللي ممكن تنجم عن وجود كنيسة أو مقر بطريركي في دول شيء فيها نزعة استبدادية ديكتاتورية. هي ضريبة ربما شيء مقابل شيء، لكن كان القرار تبع السنادوس أو المجمع المقدس هو رفض كل الدعوات اللي كانت تدعو إلى نقل الكنيسة للخارج. وأنا برأيي نحن كموقف كمنظمة عثورية ديمقراطية حقيقة نحن مع هذا الموقف كنا، يعني لأنه من المهم جدا استمرار الوجود السرياني الآشوري واستمرار الوجود المسيحي في بلاد الشرق رغم الصعوبات اللي عم نشوفها، لأنه هاي نعتبرها ضرورية. أستاذ جابر، حضرتك ذكرت يعني الموقف تبع المنظمة الآثورية الديمقراطية من الكنيسة، خليني أسألك سؤال بتمنى تجاوبني بوضوح. طبقة رجال الدين تبع الكنيسة الأرثوذكسية السريانية اللي هي عمرها ربما من عمر السيد المسيح 2000 سنة، إلى أي درجة منهم أو أي نسبة منهم كانوا قوميين، بمعنى أنه كانوا أقرب لخط المنظمة الآثورية الديمقراطية ويعتبروا أنه المسألة بالنسبة للمسيحيين السريان مش بس مسألة دينية، هي مسألة دينية ومسألة قومية، وأي درجة منهم كانوا لا يعني بيناهضوا فكر المنظمة الآثورية الديمقراطية خصوصا المراكز العليا من الكنيسة؟ والله بصراحة هذا يعني سؤال مهم هو، بس هون بدي أذكر أنه أحد أبرز رجالات الكنيسة السريانية من حيث الفكر اللي كان هو المطران يوحنا دولاباني مطران ماردين، خليني أقول لك هذا كان واحد من اللي حربوا الشباب السرياني الأشوري تبنوا الاسم الآثوري من خلال كتاباته من خلال أشعاره، وكان ما بيفرق بين كل الطوائف، وهو كان أشبه بقديس أحد قديسي الكنيسة السريانية على مدار العقد على مدار القرن الماضي. طبعا هذا كان قبل نشوء المنظمة الأثورية الديمقراطية. كان في بعض رجال الدين من مطارنة وغيرهم وبطاركة أيضا بيتعاونوا مع المنظمة الأثورية الديمقراطية في الشق الاجتماعي الثقافي اللغوي وغيره، كان فيها هيك تعاون من هذا النوع، حتى كان في تعاطف ضمني مع فكر المنظمة، وما بدي أدخل بالأسماء هون، لكن بالمقابل كان في رجال دين ومراكز عليا حقيقة حاربوا المنظمة، وخصوصا هاي في نهاية التسعينات لمنتصف الثمانينات، يعني وصلت بالبعض منهم هو تحريم الآثوريين من تلقي الخدمات الروحية، الآثوريين أقصدون المنتسبين إلى المنظمة الآثورية الديمقراطية أو اللي كانوا يعملوا باتحادات الأندية الآثورية والأندية الآثورية في السويد وفي أوروبا وغيرها، ما بيكللوهم بالكنيسة، ما بيقدموا لهم خدمات روحية، ما بيعمدوا أولادهم. هاي استمرت لفترة قصيرة وخلقت حالة من الصراع، وداخل سوريا حقيقة في فترة بداية الثمانينات صار نوع من الصراع، البعض يعاز من المخابرات السورية عملوا حملة كبيرة ضد المنظمة وبهدف إخراج كل شيء شبه آثوري من المؤسسات
الموجودة الكنسية مثل الكشاف والأسرة الجامعية وغيرها من المؤسسات، وصلت فيهم الأمور لاتهام مطران الجزيرة اللي كان فعلا حكيم، المطران قرياقس السنورشي كان يتسم بالحكمة باتهامه أنه متعاطف مع الآثورين، وكانت أسهل تهمة بذاك الزمان العلاقة مع الخارج والعلاقة مع الصهيونية العالمية والإمبريالية، استخدموا هاي الشغلة. لكن المنظمة في الحقيقة استوعبت هاي الهجمة بشكل جيد وأصدرت بيانات تهدئة للناس، وكان في موقف جيد من المطران قرياقس التنورتشي بحيث أجهض هاي الحملة وأوقفها. لكن في نهاية هاي الحملة صارت بعض الاعتقالات لاحقا، أكيد مو السبب هو الحملة، لكن الحملة كانت عامل مساعد على اعتقال عدد كبير من أعضاء المنظمة الآثورية الديمقراطية أحيون قيادات وكوادر في عام 1986. رح نجي عليها بالتفصيل استاذ جابي، بس خليني هون بالزمن حافظ الاسد الطويل. باي سنه بدات المنظمه يعني تعمل بشكل علني او شبه علني؟ العمل تبع المنظمة بدأ بشكل علني، خليني أقول لك، من منتصف من أواخر السبعينات. من أواخر السبعينات ساد شيء من الحذر في فترة الحرب اللي صارت ما بين الإخوان المسلمين والنظام، شو وصار كان حالة موقف المنظمة استاذ جابي وقت؟ موقف المنظمة بدءا من حرب لبنان ب 76 ووصولا إلى موضوع الإخوان، المنظمة كانت مع فكرة عدم إثارة الفتن الطائفية الدينية في المجتمع. المنظمة ما كانت دائما كانت ضد الفكر المتعصب الديني الانغلاقي، مثل ما قلت لك المنظمة كانت تدعو إلى حالة من العلمانية، إلى نوع من الوحدة الوطنية. كلياتنا نعرف المنظمة كانت ملتزمة نسبيا، أو هي تلزم نفسها بالخطوط الحمراء مثلها مثل كثير من القوى في هذيك الفترة. الصراع كان مخيف، وكثير من السريان الآشوريين وحتى المسيحيين على مستوى سوريا بعد تجربة الحرب اللبنانية وبعد التجربة المريرة والدامية اللي صار ما بين الإخوان المسلمين والدولة، كان في حالة من المخاوف والحذر. أنا هون بدي أشير، في ذيك الفترة كان في ناس عم يسعوا للذهاب إلى لبنان، ومن ضمنها يطلعوا لبرا على أساس أنه الحرب ربما تكون طويلة، وربما يعني كان في حالة من الخوف تنتاب الجميع، الخوف من أنه تتوسع الحرب الدينية في المجتمع، فكان في حالة من الخوف تنتاب، رغم أنه يعني المنظمة والمرجعيات الكنسية كان يدعو دائما إلى التهدئة وإلى السلام وغيرها من القضايا. بالمقابل في هذيك الفترة بالذات، خليني أقول، لأول مرة ربما جرأت المنظمة في بياناتها على الحديث عن لازم يكون انفتاح في المجتمع، لازم يكون إصلاحات ديمقراطية وغيرها. لكن خليني أقول ما كانت بالشدة أو باللهجة اللي استخدمتها بقية أحزاب المعارضة السورية. تمام استاذ جابي، انا بتذكر يعني كنا صغار بالاوساط الغير المسيحية، يعني كان أسهل شيء إنه يتهم المسيحيين بأنهم كتائبيين. أنا بتذكر هاي الكلمة كتائبتشية، يعني كان شديدة التناول لما بده حدا يعني يثير نعرة. كان بالثمانينات في بعض الأفراد السريان اللي شاركوا إلى جانب الأحزاب اللبنانية المسيحيين، بس أنا متأكد إنه هو ضخم جداً. إيش قد كان عدد هدول الناس، وشو كانت تجربتهم، وشو كان موقعهم من المجتمع السرياني الموجود عندنا بالجزيرة؟ في عهد حافظ الأسد خصوصا بعد الثمانينات ضخمت الأجهزة الأمنية بشكل كبير وتغولت ودخلت في المجتمع. حقيقة بال 81 82 83 مجموعة من الشباب السريان اللي كانوا بيشتغلوا في لبنان، ربما بحكم الجغرافيا وبحكم نقاط التماس اللي صارت وصار فيها تقسيم في لبنان بين مناطق مسيحية ومناطق مسلمة وغيرها، فبحكم الجغرافيا كانوا متواجدين في المناطق المسيحية يعني. ففي العشرات من الشباب السريان حقيقة آنذاك ظهر مرسوم عفو للعسكريين انه يلتحقوا بالخدمة. فبهذيك الفترة وبسبب الحرب والهروب من لبنان
الحاح وضغط الاهالي عليهم للعوده، فكثير من الشباب اقتنعوا بهذا مرسوم العفو، جايين يلتحقوا بالخدمه. للاسف كثير منهم دخلوا السجون، اعتقلوا بتهمه يا اما لهم علاقه بالكتائب، يا اما منخرطين مع حزب الاحرار اللي كان لكميل شمعون، او لاحقا القوات اللبنانيه. فكثير منهم دخلوا السجون لفترات طويله، يعني الفتره القصيره كانت اللي بيحاكموا كانت 12 سنه، وفي بعضهم ضلوا بالسجون 27 28 سنه، وبعضهم اختفوا لحد الان مصيرهم مو معروف، يعني مصيرهم مو معروف بالنسبه لاهاليهم، ولا زال امهاتهم. يعني انا اتذكر عندنا كان بالحي بالحاره في عائله، الاهالي يجوا كل سنه بيسالوا، بيدفعوا مصاري يسالوا على ابنهم. يعني انا احكي لك من 83 لهلا ابنه المغيب ولهلا ما عرفوه، توفى الوالد والوالده، بعدين ملوا من السؤال، الاهالي يجوا بيسالوا عنهم. يعني هذا كان عندنا بالحاره معروفه القصه، يعني فكان في عدد هيك. طبعا التهم كانت معروفه، يعني تفصل على مقاس الاشخاص، المسيحي كان يتهم كتائبي مثل ما تفضلت، والكردي كان يتهم برزاني، والعربي اللي مانو مع النظام صدامي. بشكل كبير صدامي، والمتدين اللي يصلي كان يتهم بانه اخوان مسلمين. كان في حاله مفزعه ومرعبه حقيقه من الاتهامات هاي، واللي كان فيه بصراحه كثير من الوشات والمخبرين اللي انتشروا وقتها بالمجتمع، واللي كان بشكل تطوعي كل واحد يريد ينتقم من شخص كان يرفع فيه مثل هالتقارير. وشفنا هاي الظاهرة كمان انتعشت بعد 2011 بشكل كتير كبير. طيب استاذ جابي، واحد من اللحظات التأسيسية للوعي القومي او للحالة القومية بين السريان كانت اعتقال قيادة المنظمة الأثورية الديمقراطية عام 86 بسبب مسألة الخبر. فيك تخبرنا شو القصة الحقيقية لهي الاعتقالات؟ بوضوح بدي أحكي لك، الاعتقال تم عندما تم توقيف أحد رفاق المنظمة في مطار حلب، وكان معه كتب سريانية، وجوز كان في إرسالية أو رسالة لها علاقة بالمنظمة معه، يعني حاملها. ممكن تذكر لنا اسمه؟ والله أفضل، يعني أنا ما أخذت إذن منه، أفضل أنه هلا حاليا هو يعني بعيد، ما أحب أذكره. فنتيجة هذا الموضوع تم اعتقال بالبداية 3 أشخاص، كان أولهم رفيقنا بشير سعدي، والسيد لحدو جورجيس، والسيد نعمان حنا الله يرحمه كان رفيقنا في منطقة بورلي. فبعدين توسعت دائرة الاعتقال، طبعا الجهة اللي اعتقلتهم كانت الأمن الجوي، يعني لأنه يعني تم الاعتقال في المطار، وتوسعت طبعا من 86 لأوائل 87 تم اعتقال حوالي 23 قيادي وكادر من المنظمة الآثورية الديمقراطية وعلى مستوى القيادة العليا. هيك كانت حالة الاعتقال. طبعا صار ضغط مجتمعي كثير كبير، وحتى رجال الكنيسة، هون أنا أحب أذكر دور البطريرك المرحوم زكي عواض، كان في وجهاء المجتمع تحركوا بطريقة، مو أحكي بالقامشلي وبالجزيرة وبدمشق والمناطق الثانية، صار ضغط كبير باتجاه الإفراج عنهم، وحقيقة تم الإفراج عنهم في آذار 87 تم الإفراج عنهم. ما بدي أحكي على ظروف الاعتقال، معروفة هي لكل سوري، أي مجموعة تدخل للمعتقلات وفروع النظام نعرف شو هي الآليات والإجراءات من تعذيب وضغط نفسي وغيرها، ما بدي أدخل بهاي التفاصيل، لكن تم الإفراج عنهم. وهذا سبق الاحتفال بواحد نيسان عيد رأس السنة البابلية الأشورية الأثيتو في 87، سبقوا بأيام الإفراج عنهم، ونحن كنا نحتفل بشكل شبه سري باحتفالات الأثيتو في القرى والأرياف، وبشكل يعني بشكل رحلات وبشكل ترفيه، لكن هذيك السنة كان صار تحدي عند الناس، وكان التحذير قبل الإفراج عنه.
صار تحذير انه الناس راح تطلع بتتافه وبدها تتجرأ وتواجه. هيك كان في قناعه عند الناس انه بدها تطلع. وفعلا يوم اجوا المعتقلين لساحه قريه الوطوطيه اذا تتذكر هذا الامر، صار استقبال كثير كبير، ووقتها تجرأ كثير من الناس اللي ما كان يتحاشوا يطلعوا لاحتفالات 1 نيسان عشان ما يتم يعني وصمهم بانه هم اثوريين او متعاطفين مع الاثوريين. وقتها تجرأ العشاء، يعني خليني اقول لك الالاف انه اجوا زاروا وشاركوا بالاحتفالات. ومن وقتها خليني اقدر اقول صار نوع من الاحتفال الشعبي المكرس، الناس تطلع فيه بدون ما اي اعتبار للحالات اللي جاي، مع انه الحذر دائما كان موجود، مع انه الاحتفالات ما كانت تتم بشكل استفزازي. يعني خليني اقول ما كانت تتم بشكل استفزازي، كانت تقتصر على الاحتفال والتهاني، كلمات قصيرة هي تعبر عن المناسبة. يعني هي كانت الحالة بصراحة، كان لها نتائجها الإيجابية. ووقتها أقول لك يعني بعد الإفراج اللي ما طول كتير، هذا عطى جرعة للناس، جرعة للناس اللي يحملوا فكر قومي مانهم ضمن صفوف المنظمة على أنه يتقربوا أكثر. ووقتها صار حالة انتشار حقيقة علنية، وصار الحديث بفكر المنظمة بتوجهاتها بشكل علني في المحلات، في الأسواق، في المنتديات، بدون خوف، بدون حسابات كتير كبيرة. يعني حقيقة كمان مش من الصدف أستاذ جابي أنه الاحتفال العلني للآشوريين السريان بعيد الإكيتو اللي يوازي عيد النوروز عند الأكراد يأتي بعد عام واحد، أو بالمناسبة الأولى بعد حصول الأكراد على تنازل من النظام عام 86 عقب المظاهرات في دمشق واستشهاد سليمان هادي في ذلك الشيء. وهذا الشيء بيأكد أنه أي مكسب قومي لأي جماعة بسوريا هو مكسب للكل، لأنه بالأخير بيطفي طابعه. أستاذ جابي، أنتم بالمنظمة إمتى شاركتوا أول مرة بانتخابات بلدية أو انتخابات برلمان بزمن حافظ الأسد؟ شاركتوا باسمكم كمنظمة في انتخابات 1990. في عام 1990 شاركنا في انتخابات مجلس الشعب، بعد ما ترك قانون الانتخاب ترك هامش للمستقلين عن محافظة الحسكة. طبعا نحن كمنظمة نزلنا كمنظمة، وأيضا أحزاب الحركة الوطنية الكردية نزلت كأحزاب، لكن ضمن هامش المستقلين يعني. وحقيقة رغم عدم خبرتنا في العمل الانتخابي فحققنا نجاح باهر. وبعدين بالدورات اللاحقة كنا نشارك ونعرف انه ما رح يتكرر النجاح اللي صار في عام 1990، لانه كانت سنة تحولات عالمية من سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين، فتم استيعاب الاحتقان في المجتمع كتنفيس عن المجتمع. سمح لبعض القوى السياسية من ضمن الحركة الكردية والمنظمة الأثورية الديمقراطية وبعض الشخصيات المعارضة أنه تصعد على البرلمان. طبعاً كلياتنا نعرف أنه الدور كان محدود، لكن على الصعيد الشعبي وعلى صعيد اكتساب الثقة الداخلية تم اختبار شعبية الأطراف السياسية هاي بشكل عملي لأول مرة. وبعتقد دائماً كنا ما عم نمارس السياسة الفعلية في ظل حزب البعث وحكم حافظ الأسد. كانت هي ربما التجربة الأولى اللي تخلينا على تماس مع السياسة الواقعية اللي إلها علاقة بالناس، اللي إلها علاقة باختبار الشعبية والحديث والخطاب المباشر مع الناس. ومن ثم يعني كل الدورات اللاحقة 94 كنا نجيب أرقام. الملفت كان بهاي الانتخابات والانتخابات اللاحقة أنه الكنائس كان يفرض عليها من قبل الدولة أنه تقدم مرشحين إلى، أنا بحكي بغياب قوائم الضل وبغياب قوائم الجبهة، المتنافسين اللي كانوا من الكنائس أو المستقلين أو غيرهم، المنظمة دائما كان تجيب أصوات أعلى من الجميع بدون استثناء. هاي واحدة. بعدها بسنة دخلنا انتخابات الإدارة المحلية بال91، ما قدرنا نحقق النجاح إلا في مقعد مع مقعدين في مجلس المحافظة، وكان تحالفنا بهذاك الوقت مع الأحزاب الحركة الوطنية الكردية، لكن ما قدرنا لأنه مثل ما بنعرف كلياتنا بيصير تلاعب في هاي الانتخابات. لكن صار تحالفات أهم أنا برأيي، وهي كانت تكسبنا دائما خبرات
نحن والحركة الكردية مع بعض الشخصيات المستقلة كنا نشارك في انتخابات النقابات، نقابات الأطباء، أطباء الأسنان، المهندسين الزراعيين، المهندسين، المحامين، وحقيقة كنا نحقق اختراقات لقائمة الجبهة، لقائمة الحزب، ونحصل على مقاعد. يعني خليني أقول لك معقولة من نتيجة تحالفاتنا مع بعض في دخول انتخابات نقابات الموجودة. فيني أسألك سؤال؟ إنه أستاذ بشير صادم اللي كان الفائز بالمقعد البرلماني عام 1990، على مستوى العلاقات مع القوى السياسية ضمن البرلمان، على مستوى الطروحات، صار في شيء له علاقة بالسريان وقتها باعتباره هو يعني البرلماني عن المنظمة الآثورية الديمقراطية، وأول مرة ممثل حقيقي للجماعة السريانية في البرلمان؟ أكيد صار هذا الشيء، وصار طروحات تتعلق باللغة، صار طروحات تتعلق يعني إبراز الوجه السرياني القديم لسوريا. طبعا صار مطالبة بالاعتراف بالديانة الإيزيدية، يجوز هو البرلمان الوحيد اللي طالب فيها اعتراف الديانة الإيزيدية بكتاب رسمي باعتبارها ديانة رسمية في سوريا، مثل بقية الديانات. فيما يخص سريان الأشوري، مثل ما قلت لك، اللغة والإعلام والثقافة وهي الشغلات طرحهم. وعلى كل المنظمة بنهاية الـ94 طلعت بالراسي، تضمن كل مداخلات الرفيق بشير إسحاق سعدي، وتم نشره ضمن أوساط شعبنا، إضافة إلى الخدمات اللي كانت يقوم فيها كل عضو مجلس شعب. وفي الحقيقة ما كانت تقتصر بس على السريان الأشوريين، أي طرف كان، ونحن هيك كان التوجيه تبع المنظمة، أي طرف يطلب خدمة مفروض ممثلين المنظمة يظهروا التعاون والتعاطف وخدمة كل أبناء المجتمع بدون استثناء. والحقيقة أستاذ بشير كان أداؤه جيد، لكن كلياتنا بنعرف إنه هذا البرلمان كان مقيد، يعني كلياتنا بنعرف. طيب أستاذ جابي، خليني أسألك سؤال سياسي ثاني قبل ما أنتقل لآخر سؤال. أستاذ جابي، كان في بالأوساط الأحزاب المعارضة بزمن حافظ الأسد اللي بيمثلها حزب الشعب الديمقراطي أو الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي والاتحاد الديمقراطي الاتحاد الاشتراكي، كان في شخصيات سريانية بتشارك، الأستاذ فؤاد إيليا وغيرهم من الشخصيات المنضويين في هذه الأحزاب السياسية. أنت بمتابعتك لتجربتهم في زمن حافظ الأسد، طروحات المعارضة أو قوى المعارضة السرية بالنسبة للاعتراف القومي بالسريان أو بوجود السريان أو بالثقافة السريانية، في ظل وجود هذه الشخصيات السريانية في هذه الأوساط، كان على قدر الـ الأمل ولا كان أقل ولا كان أكثر؟ لا والله كان يعني أقل من المطلوب وأقل من توقعاتنا، يعني رغم إنه كانوا متعاطفين. يعني أنا ما بحكي علاقاتنا أنا ذات، يعني خليني أقول لك مع الأطراف المعارضة كانت ضعيفة، ما كنا نحرص على الظهور بشكل معارض صريح. خليني أكون كثير صريح وواقعي معك، هيك كان تفكيرنا كقيادة لا، بس كان في منظمة. شخصيات سريانية ضمن هاي الأحزاب المعارضة. طبعا طبعا علاقاتنا معهم جيده، وكان في شخصيات سريانيه ضمن الحزب الشيوعي السوري، يعني في فصيله خاصه خالد الحزب بكدش. الشيوعي السوري الموحد اللي كان اسمه جماعه يوسف فيصل. يعني كان في شخصيات قوميه وكانت متعاطفه معنا، وكان ساعدنا في الانتخابات، كان ساعدنا في الانتخابات كثير، وكنا نستفيد من خبرتهم. يعني الشيوعيين صراحه كان عندهم خبره اكثر منا، ونحن استفدنا من هاي. أقدر أذكر شخصيات مثل ملكي عيسى، مثل نمرود سليمان وغيرهم، هذول اللي كانوا بالحزب الشيوعي وغيرهم من الشخصيات في الحقيقة كانوا متعاطفين مع المنظمة بشكل كثير كبير. وأيضا ضمن أحزاب المعارضة كانوا متعاطفين، لكن في الحقيقة كلهم، يعني نحن كمنظمة علاقتنا ما كانت كثير قوية كحالة حزبية أنا بحكي، لكن مع الشخصيات من أبناء شعبنا مثل فؤاد ايليا، مثل فهمي يوسف ابو زياد وغيره، وابراهيم ملكي وغيره، كانت علاقات كثير طيبه يعني، وكانوا متعاطفين ومتضامنين معنا. ولاحقا في مرحله لاحقه بعد الـ2000 دخلنا بشراكات من خلال اعلان دمشق أكيد. وغيره، هاي مرحله تجي بعدين.
بس يعني الأدب السياسي السوري المعارض، يعني مثلا بالنسبة لربط العمل الشيوعي كان عنده طروحات بالثمانينات عن المسألة الكردية كتير متقدمة. في الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي كان بيعرض مسائل لها علاقة بالاعتراف بوجود الأكراد واللغة، بس هي كانت خالية تماما من أي شيء بيخص السريان بهذا المعنى. ما كان في الوعي لتحويل المسألة السريانية إلى قضية. أستاذ جابي، بعهد حافظ الأسد إمتى بلش شيء اسمه الهجرة السريانية من سوريا؟ في الثمانينات كان في موجة كبيرة، وبالسبعينات كان في موجة سبقتها موجة السبعينات إلى لبنان، وبلبنان بعد ما صارت الحرب الأهلية كانت محطة للانتقال إلى أوروبا. لكن بالتسعينات حقيقة، خصوصا بعد الأوضاع الاقتصادية اللي استمرت من 86 87 إلى التسعينات، وقتها بعد سقوط الكتلة الشرقية وحلف وارسو انفتحت مجالات للهجرة. صار موجة كبيرة من الهجرة حقيقة، كانت تروح لهنغاريا، للدول الاشتراكية، ومنها لأوروبا الغربية. يعني موجة كتير، العشرات يعني آلاف الناس راحوا خلال هذه الفترة من كل مدن وبلدات الجزيرة، من السريان رايحين هجرة كتير كبيرة لدول أوروبا، وكانت الأمور يبدو ميسرة وسهلة. وبالتزامن أيضا هذيك الفترة جنوب شرق تركيا وطور عابدين بسبب الحرب اللي كانت دائرة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، تم إفراغ كثير من القرى يعني في هذيك المرحلة بشكل كتير كبير. يعني لبداية الثمانينات نسبيا كانت قرى طور عابدين عامرة، يعني فيها الآلاف في المنطقة ومديات وغيرها، لكن بعد هذه الحرب، خليني أقول بعد الـ84، صارت نسبة هجرة كثير كبيرة. أيضا بالتسعينات، خليني أقول بالـ97 في عهد حافظ الأسد، يوم تم إنشاء سدود على نهر القابور وتم جفاف النهر والناس تأثرت، ورافق هذاك الوقت اعتقال ثلاثة من قيادين المنظمة الأثورية، لأن عزيز آحي وبشير سعدي ويونان شليمون طليا، تم اعتقالهم وتحويلهم لأمن الدولة لأنه شاركوا بسبب إشاعات حقيقة، ولأنه جابوا صهاريج المنظمة وقتها بالتعاون مع المغتربات، أمنت ثلاث صهاريج لتقديم مياه الشرب مجانا لأبناء القابور والقرى الأخرى العربية اللي هي على ضفاف نهر القابور، كان يقدموا لهم مياه مجانية. تم اعتقالهم حوالي 7 شهور وتم تحويله لمحكمة أمن الدولة العليا. فهذاك الوقت كمان صار هجرة، ومثل ما بنعرف أن السكان الأشوريين الموجودين في القابور بساتينهم نشفت، كان يعتمدوا بشكل أساسي على الري من نهر القابور والآبار الموجودة عندهم، كان فالزراعة انضربت بهذيك الفترة. فهذاك الوقت كمان صار موجة هجرة، لكن بداية التسعينات بالتضافر خليني أقول مع الوضع الاقتصادي السيء، يعني الناس ما كانت تشوف حاجاتها الأساسية وبصعوبة تحصل عليها من المؤسسات تبع الدولة الاستهلاكية وغيرها، يعني كل شيء كان مقنن. فالناس موجة كبيرة راحت نهاية الثمانينات بداية التسعينات. ألف شكر لك مالفونو جبرائيل موش، مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، بهي الحلقة الرابعة من برنامجنا اللي تناولنا فيه وضع السريان الأشوريين الكلدان بالحقبة الطويلة لزمن حافظ الأسد. وبالحلقة الجاية رح نشوف كيف صارت التحولات بحق الجماعة الأشورية السريانية الكلدانية بزمن بشار الأسد قبل اندلاع الثورة. شكرا كثير وتودي مالفونو. تودي شكرا مشاهدي ومستمعي راديو أرتا FM، شكرا لكم.